لماذا هذا التعظيم للإمام علي كرم الله وجهه؟ لماذا هذا التبجيل لفاطمة الزهراء رضي الله عنها؟ هل الأمر يقتضي هذا التعظيم لأهل البيت؟ لو كان الأمر يقتضي هذا التعظيم لصرح الله سبحانه وتعالى بأسمائهم في كتابه، كما صرح بأسماء أنبياء ورسل لو كانت للإمامة هذه المكانة الكبيرة في الدين لصرح بها في كتاب الله، فما هو هذا التعظيم؟ ما هو الوجه في هذا التبجيل لأهل البيت رضي الله عنهم؟ الجواب طبعا، قبل الجواب، استخدام كلمة رضي الله عنه، استخدام كلمة رضي الله عنها لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام استخدام مختل، استخدام خاطئ. فاطمة الزهراء رضي الله عنها، رضي الله عنها الدعاء، الإنسان يدعو لشخص يقول رضي الله عنك، رضي الله عنه، رضي الله عنها. فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الله عز وجل سماها المرضية، ليست فقط هي مرضية عند الله سبحانه وتعالى حتما، لا، أكثر من ذلك، هي الملاك والمناط لمعرفة رضا الله سبحانه وتعالى. تريد أن تعرف أن شخصا مرضي عند الله سبحانه وتعالى أم لا، اعرض هذا الشخص على رضا فاطمة. رضا الله عز وجل منوط برضا فاطمة، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. أقول رضي الله عنها، هذا مختل أصلا، استعمال بعض الكلمات استعمال مختل، استعمال خلاف الموازين. لا علينا، لماذا لم يرد أسماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالصراحة في كتاب الله؟ هذا يدل على أن الأمر لا يقتضي هكذا تعظيم كما يصنعه الشيعة. الجواب، أولا بالنسبة إلى مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قد ورد اسمه بالصراحة في كتاب الله، قد ورد اسم علي
أمير المؤمنين صلوات الله عليه صراحة في كتاب الله، وقد ذكرنا ذلك في جلسة محاضرة سابقة بالتفصيل، بشيء من التفصيل. ومن اللطيف أنه ورد اسم علي أمير المؤمنين في كتاب الله عز وجل بمقدار ما ورد به التصريح في كتاب الله باسم رسول الله محمد. ورد اسم أمير المؤمنين علي في كتاب الله 4 مرات، وقد ورد 4 مرات في كتاب الله اسم محمد. وذكرنا الموارد، موارد ذكر اسم أمير المؤمنين، موارد ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وآله واضحة. موارد اسم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كتاب الله ذكرناها في جلسة سابقة. في 4 مواطن ذكر اسم علي عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقد ورد، وهذا يكشف بعدا من أبعاد آية المباهلة وأنفسنا. هذا أولا. ثانيا، من المؤسف، أمور لا يحبها الإنسان حتى لو كانت قد صدرت من أبناء مذاهب أخرى، هذا السؤال، هذا الإشكال يؤسفني أن أقول أنه نوع استصغار لكلام الله سبحانه وتعالى، نوع استصغار للتلويح الإلهي. أنا أسأل، هل ذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في كتاب الله؟ لا يشك مسلم في ذلك من أي مذهب. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ذكروا في 10 من الآيات القرآنية، على الأقل في 10، بل في 100 من الآيات القرآنية أيضا عندنا على الأقل ذلك، على الأقل عند جميع طوائف المسلمين ذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في آيات كثيرة بال10، هذا لا شك فيه. إنما الكلام أنه لم يصرح بأسمائهم، أما أنهم ذكروا أم لا، لا شك. الله سبحانه وتعالى عظم أهل البيت في كتاب الله، هذا شيء لا يشك فيه مسلم، عظمهم تعظيما استثنائيا في كتاب الله تلويحا لا تصريحا بأسمائهم، هذا شيء لا ينكر. في مورد واحد 18 آية قرآنية تنزل متتالية في مدح فئة، هذا ما حدث في كتاب الله عز وجل ولا مرة واحدة إلا لعلي وفاطمة والحسن والحسين. في سورة الدهر، سورة الإنسان، آية المباهلة، آية التطهير، الآيات الكثيرة التي وردت في شأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا تنكر. الله ذكر أسماء أهل البيت بلا، الله ذكر أهل البيت في كتاب الله بلا شك، إنما لم يصرح بأسمائهم، ذكرهم، عظمهم، بجلهم، عظمهم تعظيما استثنائيا، هذا لا شك فيه. أنا آتي وأقول ما دام الله عز وجل ما ذكر أسماءهم فهذا، فالأمر لا يقتضي هكذا تعظيم، هذا استخفاف بالكنايات القرآنية، هذا استخفاف بكلام الله سبحانه وتعالى. لماذا الله ما ذكر أسماءهم؟ الله العالم، عظمهم أم لم يعظمهم؟ عظمهم، ذكرهم أم لا ذكرهم؟
ما صرح بأسمائه. هذا استخفاف بكلام الله، هذا تلويح من الله سبحانه وتعالى، تلويح الله سبحانه وتعالى لا قيمة له. الله يعلم لماذا لم يصرح به، عظمهم أم لا؟ عظمهم، عظمهم تعظيما ما عظم مثلهم أحدا من الناس. نعم، ما ذكر أسماءهم، لم يذكر. الله هو العالم بحقائق الأمور، لماذا لم يذكر؟ الله العالم، ما دام عظمهم فنحن نعظمهم. هذا ثانيا. ثالثا، يعني دائما الشخص الذي يذكر اسمه أعظم من الشخص الذي لم يذكر اسمه. كثير من الأنبياء، لا أكثر الأنبياء. كثير من الرسل، لا أكثر الرسل. ما ذكرت أسماءهم في كتاب الله، هل هذا يعني أن مقامهم مقام عادي؟ كم من الأنبياء والرسل ذكروا؟ أقل من 30 ذكروا بأسمائهم يعني في القرآن الكريم. بقية الرسل ما ذكروا في كتاب الله بأسمائهم، وقد ذكر بعض الناس بأسمائهم في كتاب الله عز وجل. هل يعني ذلك أن هؤلاء أعظم من الأنبياء، أعظم من الرسل؟ زيد ابن حارث ذكر في القرآن الكريم باسمه زيد، هل يعني ذلك أن زيد أعظم من الرسل الذين ما ذكرت أسماءهم في كتاب الله؟ يعني ذكر الاسم علامة لأعظمية هذا الشخص، وعدم ذكر الاسم يعني أن هذا الشخص أقل مقاما؟ هذا من أين؟ هذه المعادلة المقلوبة من أين؟ هذا ثالثا. رابعا، الآيات المتشابهات. يشك أحد من المسلمين أن في القرآن الكريم توجد آيات متشابهات؟ لا، نص القرآن الكريم، هناك آيات متشابهات في القرآن. آيات متشابهات يعني ماذا؟ يعني الله عز وجل متعمدا ذكر بعض الأمور بصورة مبهمة. لماذا ذكر الله عز وجل بعض الأمور بصورة مبهمة؟ ما هو الجواب؟ أنت أجبني على سؤالي حتى أجيب سؤالك. الإبهام مطلوب أحيانا، عدم التصريح مطلوب أحيانا. نص القرآن الكريم وأخر متشابهات، بعض الآيات متشابهات، عدم التصريح شيء مطلوب. هذا رابعا. خامسا، كل إنسان حكيم، لا أقول حكيم يعني يحمل حكمة كبيرة، لا، حتى الإنسان الذي يحمل شيئا من الحكمة أحيانا لا يصرح بالأمور التي يعتقد بأهميتها. ليس دائما الإنسان يصرح بالأمور الهامة، بل أصلا على خلاف ذلك، كثير من الأمور الهامة إذا صرح الإنسان بها يكون هذا الإنسان غير حكيم. الحكيم لا يصرح بكل الأمور الهامة، يلزم على الحكيم أن لا يذكر بعض الأمور الهامة تصريحا. هناك طرق لإيصال المعلومات، ليس الطريق الوحيد هو التصريح. الذي يصرح بكل الأمور المهمة هذا لا يعرف الطرق لإيصال المعلومات إلى الناس. بعض الطرق غير الصريحة أبلغ، يعني توصل المعلومة إلى قلب الطرف بصورة أحسن. الأشعار العربية اقرأوها، حتى في غير اللغة العربية الأشعار كثير، أصلا جمال الشعر بأن الشيء أحيانا لا يصرح به، تلويح. هذا يعطي روعة للشعر، يعطي روعة للكلام. عدم التصريح عمل كل حكيم ببعض الأمور. أنا الآن جالس هنا أعتقد ببعض الأمور وأعتقد أنها من أهم الأمور، من أهم الواجبات، لا أصرح بها. أنا أعتقد بوجوب لعن بعض الناس، الآن فوق المنبر لا أصرح.
يعني يلزم أن الإنسان يصرح بكل شيء؟ لا، وراء الظروف. هذا شيء طبيعي، الإنسان دائما يصرح بكل ما يعتقد بأهميته، هذا إنسان غير حكيم أصلا. الحكيم أحيانا لا يصرح ببعض الأمور المهمة، لا أقول أحيانا، كثيرا ما لا يصرح بالأمور المهمة. تلويح، هذا خامسا. سادسا، لو كنت أسمع هذا الإشكال من شخص شيعي لعلي كنت أعذره، أما أسمع هذا الإشكال من شخص يعتقد بالبخاري، من شخص يعتقد بمسلم، من شخص يعتقد بمسند ابن حنبل، لا، غير معذور في هذا الإشكال. لماذا؟ لأنه ورد عندهم بالطرق الصحيحة، عندهم في البخاري، في مسلم، في أحمد بن حنبل، البيهقي، الترمذي، غيرهم، بأسانيد صحيحة عندهم ذكروا أن القرآن الكريم، هم يعتقدون، نحن لا نعتقد، هم يعتقدون بذلك، أن القرآن الكريم نزل على سبعة أشكال مختلفة، حسب تعبير رواياتهم سبعة أحرف، سبعة أشكال مختلفة. القرآن نزل، القرآن ما نزل على شكل واحد أصلا، عندهم هكذا، القرآن نزل على أشكال مختلفة، سبعة أشكال بالتحديد، أشكال مختلفة. يعني هناك كلمات موجودة في هذا، في هذه الصورة، كلمات ثانية، هذه الكلمات غير موجودة في صورة ثانية، وهذه الصورة أنزلها جبرائيل على رسول الله، وتلك الصورة أنزلها جبرائيل على رسول الله، والصورة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، سبعة أشكال مختلفة. القرآن نزل على سبعة أشكال، ما نزل بشكل واحد. تصرح رواياتهم الصحيحة عندهم بهذا الأمر. ثم جاء من بعد عثمان، عثمان هو الذي وحد القرآن، أخذ شكلا واحدا، أقر هذا الشكل، ثم أحرق كل المصاحف الأخرى، وحد القرآن. هذا صدر من عثمان، عندهم هكذا. أما في زمن النبي صلى الله عليه وآله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بواسطة جبرائيل على رسول الله، القرآن سبعة أشكال مختلفة. لا بأس أن أذكر لكم بعض الروايات من كتبهم تصرح بهذا الأمر. الحديث الأول في البخاري عن عمر قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، في الصلاة طبعا كان يقرأ، من بقية الرواية، من بقية الكلام يتبين هذا الأمر، هو كان يقرأ في الصلاة سورة الفرقان. سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وآله. رأيت أن هشام يقرأ سورة الفرقان بشكل آخر أصلا، حروف ليست حروف قليلة، الفرق ليس فرق واحد كلمة واحدة كلمتان، لا، حروف كثيرة، يعني كلمات كثيرة، كلمات كثيرة يقرأها هشام بغير الكلمات التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله، على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وآله. فكدت أساوره، يعني كدت أقفز عليه، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، جعلت الرداء في عنقه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: كذبت،
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت إني سمعت، يعني قال للنبي صلى الله عليه وآله، فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أرسله، اترك هذا المسكين الآن، أرسله. ثم قال صلى الله عليه وآله: اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، نفس القراءة التي أنا سمعته من هشام، هو هشام قرأها على رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كذلك أنزلت. إيه صح، هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، أنا قرأت قراءة ثانية طبعا، القراءة التي تعلمتها من رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كذلك أنزلت. صح، هذه القراءة أيضا صحيحة. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. في البخاري أيضا عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أقرأني جبرائيل على حرف. جبرائيل أنزل القرآن بطريقة واحدة، فلم أزل أستزيده، طلبت منه أنه لا يغير. جبرائيل أيضا كان يغير، جبرائيل يغير بإذن بأمر منه أو بأمر من الله سبحانه وتعالى. جبرائيل أمين، جبرائيل ليس خائنا. فلم أزل أستزيده، أنا طلبت الزيادة، هو أيضا كان يزيد حتى انتهى إلى سبعة أحرف. هذا في البخاري. في مسند ابن حنبل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: القرآن يقرأ على سبعة أحرف. في مسلم في حوار بين جبرائيل عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله في مقطع منه: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. القرآن نزل على سبعة أشكال مختلفة. عثمان وحد هذه القراءات، وحد عفوا ليست القراءات، وحد القرآن، وحد المصحف. لا علينا الآن أن نتصرف عثمان تصرف صحيح فضيلة كما يذكرون، أم تصرف خاطئ رذيلة، هذا موضوع آخر. إذا الله عز وجل أنزل القرآن على سبعة أحرف، لماذا أنت وحدت القرآن؟ الله عز وجل ما كان يعرف، والعياذ بالله والعياذ بالله، أنه توحيد القرآن أحسن. الله أنزل سبعة أشكال، أنت أخذت وحدت القرآن. النبي صلى الله عليه وآله ما كان يعرف هذا الشيء، أنه الأفضل هكذا. لا علينا، هذه فضيلة له أو رذيلة له، لا علينا به. هؤلاء يعتقدون أن القرآن نزل على سبعة أشكال مختلفة. هذا طبعا غير القراءات السبع، القراءات السبع فيما بعد صارت، القراءات السبع هي القراءات السبع على قرآن عثمان. هذا القرآن حسب ما يقولون، هذا القرآن الذي وحده عثمان فيما بعد صارت قراءات سبع. القراءات السبع غير نزول القرآن سبعة أشكال، هذا موضوع آخر طبعا، واضح طبعا. القرآن نزل على سبعة أشكال. أنت تقول لماذا لم تذكر أسماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في القرآن؟ أنا أقول لك جئني بالأشكال الستة الأخرى حتى أقول لك أن أسماء أهل البيت موجودة أم غير موجودة. بأي حق أنت تستشكل هذا الإشكال وأنت لا تعرف أن القرآن كيف نزل؟ أنت تعرف طريقة واحدة من نزول القرآن، القرآن نزل على سبعة أشكال. لعل أسماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانت موجودة في تلك الأشكال الأخرى التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، نزل بها جبرائيل، من أين تعلم أنه ما كانت؟ لعل، لا أقول فقط أسماء أهل البيت، لعل أسماء أبناء أهل البيت أيضا كانت موجودة، لعل أسماء بنات أهل البيت أيضا كانت موجودة، من أين تعلم؟ أنت لا تعرف كيفية تلك الصور الستة، لا تعرف.
فليس من حقك أن تقول لماذا لم يرد الشيء الفلاني في القرآن. أنت لا تعرف، طريقة واحدة موجودة الآن في أيدينا حسب اعتقادك، ليست حسب اعتقادي. أنا أعتقد أن القرآن الكريم نزل بشكل واحد لا غير، هو الشيء الموجود بأيدينا، القرآن هو هذا ولا غير. أنت تعتقد نزل القرآن بشكل بسبعة أشكال. ليس من حقك أن تقول في أي موضوع، ليس فقط في أسماء أهل البيت، في أي موضوع أن تقول أن هذا الموضوع ما ورد في كتاب الله. من أين تعلم؟ هذا سادسا. سابعا، ناهيك عن الأسباب التي نفهمها بعدم ذكر أسماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بالصراحة هناك أسباب بعضها نفهمها، من جملة الأسباب لكي لا تكون حجة في أيدي أعداء أهل البيت لتحريف القرآن الكريم. لو كانت أسماء أهل البيت بالصراحة بكل وضوح مذكورة في كتاب الله لتطاولت أيدي التحريف على القرآن. الله عز وجل يريد أن يحفظ القرآن من التحريف، هذا سبب معقول جدا. ثامنا، إعطاء العذر للآخرين لعلهم يهتدون. هذه قضية تربوية مفصلة. الأب المسؤول الرئيس عبر ما شئت الذي له سلطة، من الجيد أن يفسح المجال لكي يعود المذنب المخطئ. أحيانا الإنسان هو يعطي العذر في ذنب شخص، في ذنب ابنه، ابنه يرتكب خطأ، أنا من قبل أو بعد القضية أحاول أن أعطيه أبرر له، هو غير مبرر موقفه، أنا أحاول أن أبرر لعله يرجع. إذا انصدمت معه احتمال رجوعه يضعف. هذه قضية واضحة. في قضية النبي يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام قال لأبنائه وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يقولون يعقوب هو أعطى العذر لأبنائه. البعض يقول يعقوب علم هذه الطريقة، هذا الاحتيال حتى هم حتى يخرجون من هذه من هذا المأزق. هو قال لهم وأخاف أن يأكله الذئب، هم أخذوا هذه الكلمة، لا بأس نحن نقول أنه الذئب أكله، أخذوها من كلام يعقوب. البعض يقولون يعقوب متعمدا أعطاهم هذه الطريقة، هذا الاحتيال، لأنهم لو لم يكن لهم احتيال ماذا كانوا يقولون لأبيهم؟ كانوا يقولون نعم نحن قتلنا يوسف، أو نحن ألقينا يوسف في البئر. هذا بالنسبة إليهم هذا شيء سيء. إذا جابه أباهم فيما بعد لا يتمكنون أن يرجعوا. أحيانا أنت تعطي العذر لشخص حتى يرجع، لعل بعضهم يرجع. إذا كانت أسماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم، العدو كان يجابه القرآن فما كان يرجع، خلاص الذي يجابه القرآن يخرج من الدين. الأعداء ماذا يصنعون؟ يقبلون بأمير المؤمنين، يقبلون بالإمام الحسن، يقبلون بفاطمة الزهراء، حاشا. فماذا كانوا يصنعون؟ الآن يقولون أسماء أهل البيت غير موجودة في كتاب الله، خلص فنقبل كتاب الله. هذا هو بحد ذاته خطوة لعلهم يرجعون فيما بعد. أما إذا أعطيت الصراحة هو لا يتمكن، هو يجابهك، إذا أجابهك لا يرجع. هذا ثامنا. تاسعا، الامتحان. يا أخي كل شيء يلزم أن يذكر، فإذا الناس لا يمتحنون. الله عز وجل كان يتمكن أن يرسل كما في القرآن الكريم أن يرسل ملكا على كل شخص يوحي به لهذا الشخص، كل الناس كانوا يصبحون مؤمنين.
الناس ما كانوا يمتحنون. الله سبحانه وتعالى كان يتمكن أن يري للناس الآن نار جهنم والجنة، ما كان أحد يصبح كافرا. الله عز وجل كان يتمكن إذا إنسان كافر، إذا إنسان فاسق ارتكب عملا محرما، فورا يرسل عليه صاعقة، لا أحد كان يرتكب ذنبا، ما كان الناس يمتحنون. الامتحان جزء القضية. إذا أسماء أهل البيت كانت واضحة في كتاب الله، والله عز وجل كان يعصم كتابه من كل تحريف كما عصمه بالفعل، ما كان أحد يضل، كل الناس كان يهتدون. الله عز وجل جعل الدنيا ساحة امتحان، يريد أن يمتحن الناس، يريد أن يمتحن بعض الناس يصبح يهوديا، بعض الناس يصبح نصرانيا، بعض الناس يصبح بوذيا، بعض الناس ينحرف عن طريق أهل البيت. وعاشرا وأخيرا وليس آخرا، أنت ماذا تتحدث؟ ماذا تقول أنت؟ أسماء أهل البيت ذكرت في كتاب الله أم لا؟ كتاب الله هو محمد وآل محمد. أهل البيت هم كتاب الله. ألم تسمع؟ ألم تقرأ؟ المشكلة أن أكثرهم ما قرأ ولا سمع هذه الرواية الصحيحة، هذه الرواية المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إني تارك، حديث الثقلين، إني تارك أو مخلف فيكم الثقلين كتاب الله. أحد الصياغ، طبعا هي صياغ عديدة لهذه الرواية الشريفة، النبي صلى الله عليه وآله قال هذا المعنى مرارا وتكرارا في مواقف عديدة: أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما ماذا؟ لن يفترقا، القرآن لا يفترق عن أهل البيت، أهل البيت لا يفترقون عن القرآن، القرآن ليس جزء منه نزل في أهل البيت، القرآن كله أهل البيت، أهل البيت كلهم القرآن، عدل القرآن. تتحدث أن أسماء أهل البيت ذكرت في القرآن أم لا؟ الإشكال مضحك مبكي. علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض. وهناك أجوبة وهناك كلام طويل وعريض في هذا المجال، أكتفي بهذا المقدار.